بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل مواسم الخير تتوالى على المسلمين في سائر السنة، منها ما يتكرر في اليوم 5 مرات وهو الصلوات 5، ومنها ما يتكرر كل أسبوع وهو صلاة الجمعة، ومنها ما يتكرر كل سنة وهو شهر رمضان، ومنها ما يكون في العمر مرة وهو الحج بالنسبة للأفراد وبالنسبة لمجموع الأمة كل سنة. والحمد لله رب العالمين على هذا الفضل وهذا الإحسان. أيها الإخوة المستمعون، شهر رمضان الذي عظمه الله وشرع فيه من الخير ما لا يحصيه إلا هو سبحانه، ولكن الناس مع ما في هذا الشهر من الخير ينقسمون إلى أقسام، فمنهم محروم والعياذ بالله لا يستفيد من هذا الشهر إلا الآثام والغفلة والإعراض، ومنهم موفق يفرح بهذا الشهر، يستبشر به ويستغله في طاعة الله من فرائض ونوافل وتلاوة للقرآن وذكر لله ومن بذل الصدقات وإطعام الطعام. ومن الناس من يدرك بعض الفضل ويفوته الكثير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ولكن على المسلم أن يفرح بقدوم هذا الشهر حيث أدركه ومن الله عليه بإدراكه، فهو منحة من الله جل وعلا لهذا المسلم في عمره. لا يفرح بطول الأعمار للعيش في هذه الدنيا ولا لتناول الملذات من المآكل والمشارب ولا لجمع الأموال، وإنما يفرح بطول العمر هو لإدراك مثل هذا الشهر واغتنامه في حياة المسلم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويقول: أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم مبارك، فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، إلى آخر الحديث. فهذا الشهر في الحقيقة غنيمة في حياة المسلم، فعلى المسلم أن يقدر لهذا الشهر مكانته وأن يغتنم فضله وأن يجعله في خزينة أعماله يوم يلقى ربه عز وجل. فإذا فكر المسلم، خصوصا من أطال الله عمره، فكر كم رمضان مر عليه في حياته واغتنمه وقدم فيه ما وفقه الله من الأعمال الصالحة، كم مر عليه هذا الشهر بخيراته وبركاته ومبراته، وقد
وفقه الله لاغتنامه. فالحقيقة أن المسلم يسر بذلك، ولكن الشأن في القبول، فالمسلم يؤدي العمل الذي أمره الله به على وفق ما شرعه، ويخلص النية لله عز وجل، ويجتنب الرياء والسمعة، وكذلك يجتنب ما يؤثر عليه في هذا الشهر بالنقص، لأن ما كل من أدرك هذا الشهر يحصل على ما فيه أو على كل ما فيه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وفعل الأسباب التي بها يتقبل الله عمله. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى هي جماع الخير جميع أنواعه، فهي تقوى الله سبحانه وتعالى هي العمل بطاعة الله على نور من الله، يرجو ثواب الله، وترك ما حرم الله على نور من الله، يخاف من عقاب الله. فإذا وفق الله المسلم للتقوى فإنه يتقبل الله منه. إنما يتقبل الله من المتقين الذين يتوقون كل محذور، ويتوقون كل ما يسبب لهم الخسارة والتعب، توقون ذلك، توقون المحاذير، وذلك بطاعة الله، لأنه لا يقي من عذاب الله، ولا يقي من غضب الله، ولا يقي من النار إلا تقوى الله سبحانه وتعالى، وهي متيسرة في هذا الشهر أكثر من غيره، لكن لمن وفقه الله وعرف قدر هذا الشهر واستغله بطاعة ربه عز وجل وهجر الكسل والخمول. كثير من الناس ابتلوا في هذا الوقت حينما يقدم شهر رمضان، ابتلوا بالغفلة عنه والانشغال بما يضرهم ولا ينفعهم، والأشقياء يصدون عن فضائل هذا الشهر، ما يكتفون أن يحرموا أنفسهم وإنما يريدون أن يحرموا غيرهم، فيهيئون لهذا الشهر من الملهيات والمضحكات ومضيعات الأوقات والمغفلات الشيء الكثير. فعلينا أن نحذر من هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله ويتخذهم الشيطان مطية له في صد المسلمين عما ينفعهم، لأن الشيطان يعلم ما لهذا الشهر من الفضائل والخيرات، فيحاول هو وجنوده أن يصد الناس عن هذا الشهر. ولكن الحمد لله، فإن المتقين تصفد عنهم الشياطين، وإنما تسلط على أوليائها، كما قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. هذا، ونسأل الله عز وجل بمنه وتوفيقه أن يعيننا وإياكم على اغتنامه بالأعمال الصالحة، وأن يتقبله منا ومنكم، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.